بتعملوا معاهم ايه؟ بنعمل توعيه، هي عايزه توعيه، احنا بنعمل توعيه يعني في حدودنا، في حدود امكانياتنا. محتاجين طبعا منظمات المجتمع المدني تقوم بدورها برضو معانا في التوعيه. دي اهم شيء في الموضوع، ان انا اوعي الام او الاب ان انت ما تفرحيش بقرشين انت واخداهم، وتجوزي بنتك بتحايل على القانون بشهاده تسنين، او انك تجيبي واحده تانية وتقولي هي ديت يعني ما هو 60,000 واحد بيشترك معاهم في التحايل ده. ما هي في ناس عن المكتب اللي بيروحوا يسننوا فيه ولا يزوروا فيه الورق. إيه عندي سمسار، عندي واحده تانية بتوافق ان هي تروح تقول لها هي دي العروسه مش البيبي الصغيره اللي عندها 11 قوانين. حتى لو شرعتش قوانين وغلصتي قوانين مش هتقدري تمنعي التحايل اللي بيحصل في السر. نعم اسكت على الظاهره. لا طب لا ما نسكتش على الظاهره. احنا قلنا بنعمل ايه؟ بنقوم بالتوعيه. في بقى منظومه اجتماعيه ومنظومه اقتصاديه مفروض دي يعني تتصلح مع البرلمان. طيب ما هي مش حاجه، مش حاله واحده بس، اصل هي مش متسبب فيها حاجه واحده بس. دي منظومه اجتماعيه ومنظومه اقتصاديه. لو طيب. منظومه اقتصاديه سليمه مش يعني ما تبني على بطل فوق بطل. لو اتبنت منظومه اقتصاديه صح، لو انا اسره متمكنه اقتصاديا مش هتسرب بنتها من التعليم، مش هتزوج بنتها زواج قاصرات، مش هيبقى في الطفل العامل عماله الاطفال. لو الاسره دي متمكنه اقتصاديا، متمكنه اقتصاديا دي بقى بترجع لحاجات كتير، ما يعني ما القاهاش على عاتق الدوله بس. انا اسره معدمه، انا ما بقولش انا اسره معدمه، ممكن امكن نفسي اقتصاديا. اماكن فين النهارده الاسره اللي فيا اللي بتربي طيور؟ لا انت بتشتري الفراخ البيضه من مجمعات. لا انا عندي خطا في المجتمع من الاول خالص. طبعاً. انا عندي كده، انا بقول لحضرتك لازم نرجع للتوعيه. طيب انا عندي ماشي، انا هرجع للتوعيه عشان اللي جاي، بس اللي موجود دلوقتي اعمل معايا يا استاذه ايفون. اولا احنا دلوقتي المشكله يعني احنا بنتكلم ان هي اترفعت من 40 ل 50,000 جنيه. بنتكلم على القرار نفسه، القرار نفسه خطا عشان بيتكلم في فلوس. احنا موضوع الفلوس ده ما ينفعش. يعني احنا كده بنبيع ولادنا او بنعرضهم سلعة. العشر تلاف دي مش هتعمل لهم اي حاجة، ولكن انا عشان كنت ولا اطور ولا ملايين ولا مليون، ولا ملايين، لاني اصلا ان دي في حاجة بالزبط. انا يعني طب هتعمل ايه بالخمسين الف يا جماعة، وهي مريضة ولا وهي عندها طفل مش عارفة تثبت جنسيته، ولا وهي عندها مشكلة واصلا مش عارفة ترجع بلدها تاني. في حاجات كتير بالزبط. جدا يبقى انا المفروض عشان اصلح الموقف ده مفيش حاجة اسمها ان الدولة، لا الدولة المفروض هي المسؤولة مع المجتمع المدني، مع الجمعيات الأهلية، مع مجلس القومي للمرأة. المفروض ان كلنا بنتحد مع بعض على اساس نشوف المنظومة دي. طيب. نحاول ان احنا نصلحها اقتصاديا.